بالحديث عن البنك الأوروبي وجهود البنك الأوروبي، نتوجه بالحديث الآن عبر زوم مع الدكتورة هايكي هارمجارد، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. طبعاً بنرحب بحضرتك دكتورة هايكي، وفي ضوء الاستثمارات طبعاً الخاصة بالتعاون المشترك ما بين البنك الأوروبي وكذلك أيضاً يعني الاقتصاد المصري خاصة في القطاع الخاص، ما هي الآليات التي يحتاجها الاقتصاد المصري لزيادة التعاون بينه وبين البنك الأوروبي، سواء كان في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك أيضاً ريادة الأعمال والناشئة؟ فلتتفضل. هذه الدعوة الكريمة، وكنت أتمنى أن أكون بينكم اليوم، ولكن أنا حاليا في الأردن، وتحياتي لكم من الأردن. إنه دائما من الصعب أن أتحدث بعد شريك رائع مثل الدكتورة رانيا المشاط، فهي شرحت الكثير عما نقوم به مع الحكومة وكذلك القطاع الخاص، ولكن دعوني أركز على بعض العناصر الرئيسية التي من خلالها يتعاون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم البيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك من خلال دعم سلسلة الإمداد حتى تزدهر. النقطة الرئيسية هي هنا أن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص، وأن نفهم احتياجات شركات القطاع الخاص، كذلك أن نتعرف على مجموعة الأدوات التي يجب أن نستخدمها استخداما أفضل، وبالتالي فالبنك الإعمار يستطيع أن يقدم قروض ورؤوس أموال، وكذلك نستطيع أن نقدم ضمانات وتدريب، وحتى نفهم ما هي الاحتياجات وما هي أفضل الحلول أو الحزم المالية المخصصة، كذلك التعرف على التحديات التي تواجه القطاع الخاص حتى ينمو، وبالتالي فإننا نركز على القطاع الخاص حتى نستطيع أن نفهم كيف نقدم الدعم لهم في خلال مرحلة التطور، وهذا يعني أننا نتحدث إلى الحكومة وأن نقوم بإشراك الكل في حوار السياسات، كذلك أن نقدم حلول تمويلية مخصصة للقطاع الخاص في هذا الصدد، فإننا نتطلع إلى أن يكون هناك شراكة طويلة الأجل مثل مشروعات تمويل مشروعات طويلة الأجل مثل مشروع بن بان، أو من الممكن أن نعمل على نطاق قصير أو مدى قصير لبعض الشركات التي بحاجة إلى رأس مال عامل حتى تكون استثمارات قصيرة في سلسلة الإمداد، وبالتالي يجب أن نتفهم العميل، نتفهم التحديات والفرص، وأن نعمل سويا في شراكات، ونقوم بالبناء على هذه الشراكات مع القطاع الخاص والتعاون مع القطاع العام حتى نستطيع أن نصمم ما يلائم القطاع الخاص ونطلق قدراته في مصر. كذلك أود أن أختتم وأقول أن دعم الابتكار وتعزيزه هو مجهود مشترك لنا جميعا، وحيث من المهم أن ندعم القطاعين العام والخاص لكي يكون هناك تغيير ممنهج، وعلى سبيل المثال أن يكون إطلاق لطاقات مصر في مجال الطاقة وفي مجال الطاقة المتجددة. إذن الأمر يركز على الشراكات وأن يركز على الحلول الناجعة في هذا السياق. أنا هنا للإجابة على أي سؤال، ولكن كانت هذه هي المقدمة التي أردت أن أقدمها لكم عن الشراكات والحلول التمويلية المخصصة، وكذلك دعم القطاع الخاص ليطلق القدرات الموجودة لديه على نطاق كبير. شكراً.